ليه تحول الذكاء الاصطناعي لخطر شديد بيهدد حياة البشر؟ وإزاي حذرنا المطورين من مخاطر الذكاء ده؟ اتهامات تحرش وهمية. كان أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة جونسان تورلي من أجدد ضحايا الدردشة الإلكترونية بعد ما اتهموا الذكاء الاصطناعي زور وكذب بالتحرش بواحدة من طالباته زي ما كتبت جريدة واشنطن بوست. تشويه سمعة. بيجهز العمدة الأسترالي بريان هود أول دعوة قضائية في العالم ضد روبوت الدردشة لتشات جي بي تي بعد اتهامات من الروبوت لي بالتورط في فضيحة رشوة. معلومات مغلوطة. في 5 إبريل كشفت دراسة نشرها مركز مكافحة براد إي آي التابعة للكراهية الرقمية إن 78 أداة سرد الجوجل بتنشئ محتوى خاطئ من أصل 100 في اللي اختبروها. القتل. انتحار شاب بلجيكي بعد تشجيعه على إنهاء حياته. كانت إليزا روبوت صناعي قادرة على إقناع ضحيتها بالانتحار عشان يتقابلوا في الجنة، وما كانتش بتعارضه خالص حتى لو كانت أفكاره غلط. بالعكس كانت دايماً بتخليه في حالة خوف، وكانت بتسعى إنها تكبر الخوف والقلق الوهمي ده بطريقة ما تتصدقش، وده اللي حكيته زوجته بعد وفاته. صنع المخدرات وتهريبها واقتراحات لصناع المواد المخدرة وإزاي نهربها في إجابة سؤال إزاي يصنع الناس الكوكايين، وبعدين جاوب على سؤال إيه الطريقة الأكثر فاعلية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا في حواره مع صحفي في موقع فيس. سرقة ونصب. في تسريب معلومات لشركة سامسونج بعد استغلال مهندسين بالإلكترونيات لشات جي بي تي في المعلومات اللي بيوفرها للمساعدة في شغلهم، وبالتالي خرجت معلومات سرية خاصة غير مسموح بتداولها وفقاً لموقع إيكونومست كوريا، منها تفاصيل كود البرنامج السري وتفاصيل اجتماع سري في الروبوت لتحويله إلى شريحة عرض، والشركة أمرت بمنع استخدام الذكاء الاصطناعي. أخلاقيات مذبذبة. وكان في سؤال موجه لروبوت، هل ممكن التضحية بشخص واحد مقابل إنقاذ 5 تانيين؟ كان في إجابات متناقضة في كل مرة بين القبول والرفض، وده اللي اعتبرته الدراسة دليل يشير إن موقف الذكاء الاصطناعي مش محدد بالقيم الأخلاقية، وطلبوا بمنع الروبوتات المستقبلية في تقديم المشورة، وبيحذروا إن البرنامج الحالي يهدد بإفساد الحكم الأخلاقي للناس وهيكون خطير على المستخدمين الساذجين. ومع العلم إن مخاطر الذكاء كارثية لو تم استغلالها بشكل خاطئ، وبالرغم من كده ممكن تكون أعظم تقنية طورتها البشرية حتى الآن لتحسين حياة الناس بشكل كبير.